طيب خلينا نلاحظ مثلا فور هاي اللي امامنا نعرف متغير نعرف متغير هاي اكس هو عباره عن فاريبل نيم بس معلش خلينا ننتبه شو اللي بده يحملها شيء القيمه اللي بده يحملها الاكس في هذا الجزئيه هيك صيغتها طيب الان شو القيمه اللي حملها اكس حمل قيمه انو بوك بيمشي في الباث كله وباخذ قيمه البوك وبالتالي لما بتصير فيما بعد هان فيما بعد تستخدم اكس اكس بتصير عباره عن البوك سيت بعديها الفور لازم تنتهي بشو بريتيل ريتيل شو اكس اكس كنا شو الشيء اللي حملتها بوك فيما بعد بوك هي كونها اكس حمل بعديها شو ماله بتقدر شو ماله تحط باث اللي بدك اياه يعني برجع لك القيمه نشوف الاكزام هاي الاكزام هاي نشوف الاكزام هاي خلينا نروح على الاكزام هاي الاكزام اللي هو اللي بين ايدينا لاحظ هاي 4 اكس ان واعطاني الباث وهيرتر هيك صيغتها هيك سيغتل. شو بيرجعنا؟ التايتل هاي التايتل لاحظ هاي مشي طب هاني انت شو كان السؤال؟ غير هنشوف غير لاحظ عطان هاي شو ماله؟ بتخدم شو رجع؟ يس بدك شيء بدك انت خليها هيك شو بدي اجيب؟ اجاب كل البوكس اذا هاي الفور مهمتها تعمل لوبينج بتوين المنتس في صيغه قبل شوي احنا نفس الاكزامبل استعملناه قبل شوي عم نذكر اللي هي الدوك كل شيء سلاش بوك اخر شيء نفس الشيء هيو هاي طيب شو الفرق شو اللي صار معنا هناك ممكن نقدر نحدد اكثر ما رجعنا هو واحد لا ما رجع كل شيء احنا نحكي على كم كل البوك يعني هذا كان يساوي هذا هيو مش هيك شو الفرق؟ الفرق هو بهذا انا استخدمت اكسباث اكسبريشن اونلي بهذا في هاي اونلي اكسباث اكسبريشن في هاي السكويري اكسبريشن يعني لو جيت انت يعني لو كان امامنا السؤال شو هل طبعا هذا السؤال مرات بنحطه لطلاب البكالوريوس بندرسهم you have the following expert expression and execute expression evaluate whether they can provide the same results or produce the same results هذا عبارة عن expert expression بعطيني result من الدكتور لكن هذا شو هو execute وبعطيني the same result طيب كمان نستخدم شو ندخل وير هاي لاحظ كيف استغلتها 4 اكس ان كذا هاي وير ريتين هاي شوف شو بيعطينا لاحظ الصيغه هو هيك هيك لازم اكتبها الصيغه هذا الشكل الصيغه شوف بعد شو بيعطينا هاي اعطانا وين ما في البرايس اقل من 30 راح جاب شوف عندنا غيره غير الاقل من 30 نشوف نغير نحط اقل من 40 جرب شو راح جاب هاي 30 29 طيب تحط الشروط اللي هنا انت طبعا تذكروا هنا الشروط لما هنا في الاوبريتورز
في آخر جزء في الإكس باث حطينا قائمة أوبريترز كلها بتقدر تستخدمها هان كلها شماله نقدر نستخدمها في هذا المكان. طيب أوردر باي شو بتسوي؟ تعمل ترتيب هاي تشوف. خلينا نروح على الاكزامبل. هو كاتب هم الاكزامبل في نفس الوقت حاطه في الاكس ام ال كويري في الاكس كويري. هاي فور اكس والاكس ثاني عباره عن شو؟ بوك. تحمل قيمه بوك. هاي معطيني الشرط برايس اكبر من 30. اوردر باي شو بده؟ اوردر باي شو؟ التايتل وريتيرن. دير بالك الريتيرن هذا مش هي اللي بتطلع النتائج. يعني شو بتخصص هي بتطلع شو بتخصص بيجي لك في الاوتبوت. شو بيعطينا دق. خلينا ندق في النتائج. شو جايب لنا نتائج؟ يلا خلينا ندق في الجمل في النتائج. عمل لي ريتيرن للتايتل. يعني عمل لوبينج في البوك. عمل لوبينج في البوك. وطيب عمل لوبينج اي نوع من البوكس اللي البرايس فيها 30. طيب راح رتبهم مرتبين هيك مرتبين. طب بضرب كل مثلا ديسندنج او بيها من يبدا من الاكس بعدين فيش هيك ترتيب بس هيك. بس اوكي كيف؟ شوف جارب لاحظ ثواني اذكر انه هيك كوما برايس اذكر انه هيك لا. لا مش ال منفعش انت هيك لا برايس. خلينا نشوف كوما مثلا دولار. نجرب هيك كوما دولار ساين اكس. ما خلص ما مش راح تيجي برايس. انت عباره عن لوجيكال اوبريتر. ترو ترو لوجيكال اوبريتر صحيح اعطاني نتيجه صحيح. طيب سيمي كولون لا بد يكون في سمثينج برايس. لا ما احنا مخزنين بوك في اكس بنستخدم اكس قبل البرايس. هل لا اه لما نستخدم الاكس لان الاكس هي حاله البوك معنا. دولار ساين اكس برايس اكس خلص ما دام ما اعطانيش لا طلع الكيس. شوف كيف لازم يعمل هاي جرب سبيس. هاي مثلا تايتل سبيس. طيب دولار ساين اكس تعطيش. خلاص هيك اللي بدك تعطي ما بدك تتعامل معه هيك بدي اعطيني اياه. ممكن سلاش بعد التايتل. هاي سلاش مش هيك سلاش بالميل. سلاش ولا شو سيبلينج لحظة تايتل هاي سيلف اور سيبلينج. وين في سيلف؟ احنا نحكي نفس سيبلينج سيبلينج برايس لحظه حطينا فولوينج التالي شو ما لازم تكون لا هاي انسيستور اور سيلف. لا انسيستور سيلف
following sibling parent لا هذا اللي بنقدر نستعمله preceding sibling لا preceding لا self self nice ما اعطتش self ما اعطت اذا فقط هذه لما تقول هيك ها بس تظهر امامنا نقدر نستعملها هاي لما نظهر اللي بتظهر هي المفروض تكون سيلف اور سيبلينج ما فيش مش مش بتعملش ليكس كبير بتجيبهاش هذه الحاجه حطينا جوز ساين اكس سيبلينج لا تشايلد للبوك طلعنا البرايس اللي هي هيك بوك طلعنا البوك بدنا تشايلد بوك تشايلد طيب شو 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 جبنا تشايلد لا 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 هاي لا هاي اللي بتقدر تستعمل معه اتريبيوت مثلا child descendant following parent إذا لاحظ أنت تقدر تختار هو في كل مرة بغيرها القائمة حسب الموقع اللي إحنا بنكون فيه مثلاً هذا عبارة عن element زي جزء من التري أو شو ماله ancestor bx أو ancestor or self شو ممكن نجيب إحنا child or self فيش child or self أوكي اذا هذا حاجات معلش يعني شو ماله هذه قضايا بدها براكتس يعني الان فتحت الاحتمالات كيف انت بدك تصير تحدد كل جزئيه كيف بدك تتعامل معها طيب خلينا نكمل جزئيه اللي هي ليت احنا اخذنا ليت كيف بدنا نعرف متغير جديد ونسند له قيمه هاي allows variable assignment avoids repeating the same expression many times هاي هيك بهذه الصيغة let x تساوي value return x هاي نشوف شو بسوي وكأنه بيعرف شو بيعرف نشوف شو بدي أعطي النتائج شو أعطانا a new element أعطانا a new element طيب خليكم معنا معلش خلينا نكمل الجزئية هذه أعطانا a new element شو بنستنتج منها يعني صرنا بنقدر نعمل query لل XML document and you can شو add a new elements you can add a new elements هي أنت تقدر تضيف كمان النيو اليمنتس الان النتائج اللي بتطلع ها خلينا ما ننساش هذا هذه مش اكس ام ال دوكيمنت هذه احنا بنسميها اوتبوت 3 اوتبوت 3 مكان ما حطيت فيه الاوتبوت طيب وشو وقت انت جبت الاوتبوت من الاكس ام ال دوكيمنت ضفت فيه نيو اليمنتس عملت اللي بدك اياه حطيتها في هالمكان المؤقت هذا بعدين شو بدك تعمل ممكن انت تراجع على الاكس ام ال دوكيومنت يعني ممكن الاكس ام ال دوكيومنت تروح تضيف عليه هذا او ممكن شو ماله تطلعه از اوتبوت اوكي اذا هي دكتور بعمل فور لوب مثلا بعمل فور بخلي مثلا ليست مثلا درس اكس احمد مثلا وبالتالي مثلا بحط التايتل او زي هيك مثلا بتقدر مثلا بتقدر هذه مثلا شو تساوي ليت اكس تساوي كذا الان اذا بامكانك ترجعها از نيو اليمنت او خلينا شوي رح نشوف بامكانك تروح تغير الفاليو للاليمنت اللي موجود يعني في اليمنت جبته في فاليو تروح تغيرها نشوف نكمل في الاكسبريشنز تبعت الاكس كويري في if then else
في expression اللي هو اسم if then else كيف بيشتغل. اذا هذا expression مجرور بيشتغل على شرط في حال انه انت صار عندك مثلا اكثر من مسار وين تروح، المسار الاول للثاني، تختار الجزء الاول والجزء الثاني. طبعا هذه مهمه مين الاف then. لاحظ الاف وين مكانها، هاي فور اكس ان، هذا شو بتعمل جمله؟ تفتح الدوكومنت وبتعمل اساين للبوك وين تحطه في اكس. اوكي ريتيرن، الريتيرن ده ترجع فاليو. في حالتنا هنا الريتيرن شو اجى فيها؟ شرط رجع فاليو مشروطه. الفاليو المشروطه هاي اللي قبل شوي كنت سالتونا عن الاتريبيوت كيف بدنا نجيبه. اف اكس باك سلاش هذه اشاره هيها ريفيرس ان اتريبيوت، يعني قاعد بتقول له انت اكس اكس قلنا هنا شو فيها، شو القيمه تبعتها؟ بوك باك سلاش اختار باث. هذه في الاكس كويري بتعرفها انه انت الان بدك تتعامل مع شو؟ مع اتريبيوت ايكوال تشيلدرن. ذن اذا كان، اذا كان لما بيكون في واقف عند البوك الاول، هاي بوك الاول، اذا كان الكاتيجوري تبعه تشيلدرن معناها ترو بده ينفذ هذا. اذا لا الكاتيجوري مش تشيلدرن شو بده؟ بده ينفذ هذا. واضح شو؟ هيا ريت ندقق فيها، خلينا ندقق فيها هان في الاكس كويري. هاي هذا سي فور بتلزمنا مشان اللوبنج، يروح يعمل لوبنج على كل النودز، اني نودز بده يروح يعمل لوبنج عليها كلها، يزورها كلها. طيب وبده يرجع لي قيمه، شو القيمه؟ القيمه مشروطه. بده يعمل تشيك للكاتيجوري مع هل هي تشيلدرن، اذا ياس بده يرجع لي هذا، اذا نو بده يرجع هذا. خلينا نشوف شو بيرجع قيم. هلا شو رجع؟ في ادل افري دي ايطاليان هايو تايتل. اوكي لاحظ كيف تركيبي هان اجى هاي، وكان احنا معطينا نيو ايليمنت. لاحظ هذا نيو ايليمنت تشايلد، الاولى ما تحقق، هذا نيو ايليمنت الثاني راح عن حقق الاولى. ملاحظ؟ معلش خلينا الان نطلع على الصيغه هذا شو اللي حطينا فيها. هذا عباره عن نيو ايليمنت مش موجود في الدوكيومنت. شيء طيب شو استعمل؟ ما انا ما بديش طلع، صحيح طلع هان، بس شو كيف اجى هذا الكلام؟ طب استعمل داتا، هذه عباره الداتا هي عباره عن فانكشن في الاكس ام ال دوكيومنت. هي لاحظ فانكشن وجاي الكونتنت تبعها بين قوسين. طيب شو بدها تعمل؟ بتعمل اكستراكت للتكست الموجود في وين؟ في هذا الجزء، في هذا الباث. اذا الداتا هذه عباره عن فانكشن، هي عباره عن اكس كويري فانكشن، مهمتها تو اكستراكت ذا داتا في الباث اللي انت بتحدد لها اياه، بس برجع الداتا. وبالتالي لاحظ رحنا بهيك جبنا الداتا من اكس ام ال دوكيومنت وحطيناها في نيو اليمنتس، مش هذا اللي صار معنا؟ جبنا هذا الجزئية خلتنا نسترجع او نعمل اكستراكت للداتا في الاكس ام ال دوكيومنت ونبنيها على شكل شو ماله؟ نيو اليمنتس. هاي صار في عندي نيو اليمنت افري دي ايطالي، وهي نيو اليمنت ثاني، وهي الكونتنت تبعه. اوكي بدك تغير مثلا، لا بدك تغير هان بلا عندك شيء يا تشايلد، بدك تسوي اكس 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 اكس. هاي شو راح يصير؟ هاي هاي ملاحظ؟ هي قاعد انت بتطلع نيو اليمنتس، وهنا بتيجي، وهنا بتيجي ميزه الاكس كويري والاكس ام ال. لاحظ احنا قلنا هي عباره عن اكستنسبل، يعني
في الاكس كيو احنا مش فقط عملنا ريتريف، شو كمان؟ وكانوا قاعدين بنبني نيو سامثينج نيو. وتذكروا الاربع فانكشنز اللي اول ما استعرضناها في الاكس كويري، قلنا واحده منهم تو ترانسفورم اكس ام ال دوكيومنت تو انذر اكس اتش تي ام ال، يعني انت بتجيبها وبتروح بتطلعها وكانها نيو اكس اتش تي ام ال. طيب output 3 output 3 الان فيما بعد هذا الاوتبوت 3 بدك تخزنه بتخزنه، بدك تعاود تراجعه على الاكس ام ال دوكيومنت بتراجعه، بدك تكمل البروسيسنج حسب بامكانك. لاحظ الاوتبوت 3 هذا اللي طلع معنا بامكانك، بس بدك تكمل البروسيسنج في كمان جمل. بامكانك تراجع وتعمل ابديت للاكس ام ال دوكيومنت الموجوده او تطلع نيو اتش تي ام ال اكس اتش تي ام ال اور نيو اكس ام ال دوكيومنت. هذا في انت حطيته في اوتبوت 3 في مكان. فيما بعد شو بدك فيه؟ بدك تعمل بروس. طبعا كويري ادينج اليمنتس اند اتريبيوتس، هاي زي ما حكينا قبل شوي، يو كان اد اليمنتس اند اتريبيوتس to the output document or to the output tree. هاي نفس الحكي اللي كنا بنحكي فيه قبل شوي. هاي شو عمل؟ راح اللي هو بيضيف، لاحظ هاي جاب لي جاب هاي دولار ساين اكس كوما، مش عارف ليش مش اسمع الكوما قبل شوي، هاي الكوما فعلا لو تطلع اكثر هيرجع لي الاكس. الاكس عباره عن شو؟ تايتل. هاي التايتل كلهم رجعهم كوما. بعد ما خلص شو راح يجيب؟ لاحظ شو راح عمل كمان؟ ضاف شو النيو اليمنت اللي انت اضافته في الاوتبوت 3. هيعمل مع كل النودز اللي رجعوه ولا بس؟ لحظه اللوبنج عمله قبل الكوما، لما كمل شو راح جاب؟ ضاف الاليمنت اللي انت حاطه. نجرب نضيف كمان واحد. هاي maybe you need that maybe حسب. يعني احنا الان قاعدين نقول انه الاكس كويري هذه امكانيه موجوده فيها، ممكن احنا نحتاجها في مواقف ممكن ما نحتاجهاش. بدك تضيف فيها شو صار؟ بس تايتل هاي مجال ما ضافش، بتخلش ما دخلش في اللوب بعد الكومنت هيك. طيب احنا استعرضنا كم فانكشن صرنا شايفين؟ دوك. معلش خلينا يعني شوي مع بعض لانه في جزئيه اللي بدك انت لسه. احنا كل اللي عملناه اللي هو هاو تو سيليكت داتا اند ترانسفورم ات تو اوتبوت 3، يعني كيف او نودز جبتها وحطيتها في اوتبوت 3. لسه ما طلعناش شيء، ما طلعناها ان برزنتيشن فورمات. الان بحكي لنا انه الاكس كويري فيها مور ذان 100 بيلت ان فانكشنز، هاي موجوده في هذا المكان w3.org. في سامبل انا حضرنا سامبل من الفانكشنز هاي. ها هذا احنا كان من طلاب بكالوريوس اللي حضروه. هذا عباره عن فانكشن، لاحظ طبعا في مجموعه فانكشنز تتعامل مع السترينجز هيها، هذه كلها functions تتعامل مع strings. في مجموعة functions تتعامل مع numbers duration والdates والtime. لاحظ يعني شمال هالx query هيها كمية كبيرة من functions في names في sequence إلى آخره. هذا عبارة عن كمية functions بإمكان الواحد كمان، لكن مشان تصير انت بروفيشنال في الميت فانكشن بدها شو؟ بدها شماله شو مثلا؟ اعطيني اكزامبل. يو كان يوز ذا ابر كيس، شو برجع لي اياها؟ كون كلها ابر كيس. الداتا قبل شوي هذا شو كنا بنسوي؟ لاحظ كيف صرت فانكشن وبين قوسين بعطيه انا
شماله القيمه اللي بده something اللي بده يطبق على الفانكشن. اذا هذه بتعمل اكستراكت لوين الاقراص المعكوسه ايش وين هذا عباره عن شماله هذه بتيجي للجروب هاي لو ما حطيتهاش فيش مشكله كون 1 بدك عده شغلات تعملها كوما 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 لا هاي لاحظ انا محطهاش حاطها شماله يعني بصير هذا بصير هذا يلا اكس كبير اند اتش تي ام ال كيف بدنا نستفيد من الكونتنت اللي في الاكس ام ال دوكيومنت في الاتش تي ام ال يو كان جينيريت ان اتش تي ام ال دوكيومنت نيو دوكيومنت يو كان اد اليمنتس اند يو كان اد اتريبيوتس لاحظ على نفس الاكزامبل الاكزامبل احنا عندنا هو اكس ام ال دوكيومنت ماشي XML document. الآن لاحظ مع إضافات في الـ X query هانا اللي بنكتبه إحنا مش XML هذا اللي بنكتبه إحنا شو هو X query أوكي هاي الفور قبل شوي حكينا عنه ordered by return وreturn القيمة وين حطها between new elements هاي القيمة اللي التايتل رجعها في وين between new elements يا ريت ندقق في اللي قاعد بيصير لاحظين شو شو اللي صار جديد اوردر يعني احنا كنا خلينا نشوف هاي نشوف هاي اوكي موجود الاكزامبل حاطه هيو احنا كنا شو 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 الجديد فيها انه هذا احنا رجعنا القيمه اللي التايتل ورجعنا القيمة وكأننا دخلناها في وين؟ نيو إيلمنت شو شو بدي يعطينا؟ شو بعرض هاي؟ أعرض هاي شو اللي جاب؟ يا ريت خلينا ندق في النتائج اللي وصلناها لا يو إل هاي يو إل وهي نهايتها شو؟ يو إل إذا الروت يو إل بعدين عمل الفور نكست على وين؟ إذا نجي نعمل لوبينج في كل التايتل. بعرفش هلا في اللوبينج السؤال اللي سألتونا إياه قبل شوي إنه إحنا لما عملنا الـ student registry اخترنا two tracks هيك بعتقد هيك صار واضح كيف أنا حتى لو في two tracks أو أكثر واضح كيف أعمل لوبينج أنا لما بعمل لوبينج على دوكيومنت كامل هاي لوبينج من الروت إذا بدي أروح طب لاحظ انا شو عمل اذا رجع لي ريتيرن يعني رجع القيمه هاي هالقيمه هاي اوكي هاي القيمه في وين حطها في نيو اليمنت هاي حطها في نيو اليمنت لاحظينها يعني لا يعني معلش خلينا ندقق في هذا الجزء شو بدنا نستنتج من هذا الجزء اذا هذا بقولنا انه الاكس كويري بتساعدك تطلع الاكس ام ال فروم وان فورمات تو انذر هل الانذر شو هو انت شو اللي بدك اياه بدك اياه تو نيو اكس ام ال دوكيومنت يو كان نيو اكس ام ال طبعا هذا اللي امامنا مش اسمه اكس اتش تي ام ال هذا اكس اتش تي ام ال لانه شمال استخدم element هذا element مش موجود في الاتش تي ام ال مظبوط لكن كونه يخضع طب هذا element موجود في HTML هذا الشكل الجديد هي HTML 4.0 أو 5.0 مش ذاكر أنا 4 أو 5 يعني بدأت فيها أو اسمها XHTML إذا لاحظ تقدر أنت تغير تطلع بصيغة غير عن بأي صيغة أنت بحاجة إليها طيب نشوف على البراوزر هلا ما نشوف خلينا ندق في الناتج وهي الاوتبوت معطيك اياه الاوتبوت خلينا ندق في الاكزامبل اكزامبل نمبر 2 هذا الاكزامبل شو بيسوي هاي شو عمل بس رجع شو ماله طريقه مقروءه لا لا ساين اكس
فقط لحظة مزبوط هيو هانا شو نعمل هيو اكستراكت قبل شوية لما رجع ال اي رجعها على شكل شماله elements هلا ال اي شو بده رجع فيها لحظة function شو بيعمل اكستراكت للي جاي هان خلينا نشوف شو النتائج تيجي هاي شو جاب يلا تعرف HTML اه تعرف HTML كويس هذا اشتغل شو ماله صار يشتغل هاي البودي H1 هيدر ولا شو ماله الاي ماشي اذا لاحظ هي حاطه في HTML او هذه XHTML وصارت شو ماله presentational هاي شو صارت هذا presentational بعرضها انا على 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 الويب طب لاحظ انا بطلع لي هاي طلعها على شكل شماله هاي هاي هلا اخذت على الويب على الاكسبلورر عفوا بطلع هيك اوكي نشوف شيل الداتا ما المثال اللي قابل كان المثال اللي معلش خلينا نتذكر هو المثال اللي قابل كان بدون داتا كان هيك صح المثال اللي قبل كان هيك مش مظبوط مش هيك هاي هاي شو بدي اعطينا هاي درسان اكس تايتل كانت بوكس سيرش تايتل ثواني لحظه كانت بوكس سيرش تايتل هاي مش على بوك المنطقه ثواني لحظه احنا هو الاكسترا هاي لاحظ انت ملاحظ وهان عند التايتل ورجع لي كل الكونتنت مع التايتل وبالتالي لكن المثال الثاني كان حاط داتا اوف وبالتالي يعني هذا رجع لها لا شو رجع بالضبط رجع على شكل شماله تاكس هاي هاي بيطلع ذا سيم ليش طالع ذا سيم ها لا ليش طلع لانه هذا نات اتش تي ام ال هذا نات اتش مش اتش تي ام ال لحاله هذا شو ماله بمجرد ما نضاف فات هاي ها هذا مش اتش تي ام ال تفضل بتصير بودي وهيك هيك لو جيت لو جيت تعال حطيت HTML شو اللي قاعد بيصير هاي HTML بادي بادي آخر نمشي فيها هاي ليش شيء بادي عفواً آه بيك غلاب سكر هاي سكر الحالة وبدنا اللي هي اشتري لاحظ شوف شو اللي طلع مش اتش فعلاً هي هذا الناتج الناتج هان هو هذا عبارة عن new tags ما بتعرفهاش ال HTML وبالتالي ما عارفش كيف بيعمل معها processing بتقدرش تعمل بالضبط ما قدرش تعمل ليش؟ واحنا سميناها قبل شوي قلنا X HTML X ايش تفضل بده اياه خلص بده يطلع لك هاي هاي داتا داتا ثواني هاي هاي داتا رجع خلاص بطل يرجع لك اللي هي تاجز عرفت كيف يعني لاحظ
تغيير فانكشن واحد فانكشن واحد هاي طلعناها بتو فورمات. كم طلعناها؟ تو فور طريقتين طلعناها. طيب هاي اللي احنا هاي اللي كان قبل شوي هلا بنحكي عنه. هاي مثلا لا شو كمان ذا سين هذا بحول بعطيني اياها شو اتش تي ام ال. هاي ضاف اتش تي ام ال وضاف البيانات فيها هاي بوك ستور صارت بريزنتيشنال فورم. صارت شو ماله بريزنتيشنال فورم. لاحظ يعني خلينا هيك نقيم لغايه اللحظه هذا شو اللي قاعد بيصير. عندك اكس ام ال دوكيومنت. الاكس ام ال دوكيومنت فيها هيوج اماونت كميه هائله من البيانات ممكن واحد يسال هل ممكن تكون داتا وير هاوس؟ واي نوت ميبي تبنيها تكون على شكل داتا وير هاوس يعني سيت اوف لينكد اكس ام ال دوكيومنتس مجموعه من اكس ام ال دوكيومنتس مبعثه على سيرفرز وين ما هي موجوده مش مشكله بس بكون عامل بينها لينكس. طيب شو بتقدر تعمل عليها؟ احنا شفنا جزئيه واحد اليوم اللي هي هاو تو ترانسفورم ات انتو بريزنتيشنال فورمات على شكل شماله في البراوزر. طيب هذه لو ربطتها انت طبعا الان احنا كنا مختصين في جوانب التكنيكال اسبيكتس ممكن تربطها في تايم ممكن تربطها في احداث مع ايفنتس معينه وبالتالي تصير الاوتبوت شو يصير فيه كل مره هذا الاوتبوت تلقائي كل مره يطلع لك سمثينج اذا بتربطه باف قبل شوي شفناه اذا يعني تستخدم هالميكس من الستيتمنتس مع الفانكشنز اكيد راح يكون شيء عندك. تفضل يمكن حسب هلا حسب خليني ارجع للجزئيه هاي هاد الحاجات هذه القضايا ودير بالك كل واحد فيهم هذه يعني مثلا خذ الاولى extract information to use in a web service. شو الويب سيرفيس؟ يعني نقول ويب سيرفيس شو يعني ويب سيرفيس؟ XML يعني هي عبارة عن application serves for something performs tasks specific tasks. لأن بإمكانك أنت تبني سيرفيس وان مثلا تعمل مثلا لنفترض انه احنا بنحكي عن طلاب في الجامعه بامكاني انا ابني سيرفيس معينه تستعرض اوضاع الطلاب في ماده معينه. هلا بيجي طالب والله انا بدي اشوف الماده هذه اذا انا معدل التراكم كذا مش شو ممكن متوقع اجيب فيها خلينا نشوف اللي قبل هذا السيرفيس بيختار شماله بدي اسجل ماده اذا لاحظ بدك تسجل ماده هذا كمان انذر سيرفيس تقدر تقدمها. غالبا القضايا الكلاود هي عباره عن سيرفيسز مبنيه وبالتالي ليش كويري بتساعدك انت تعمل مثل هيك سيرفيس. جنريت سامري ريبورت شفنا قبل شوي احنا كيف ترانسفورم اكس ام ال تو لاحظ تو اكس اتش تي ام ال بدنا نحط هذا تحتيها خطين مش تو اتش تي ام ال. احنا اضطرينا ندخل نضيف صياغات معينه مشان انها تصير شمالها HTML لكن always ال output من ال X query بيكون X HTML. كمان search web documents تقدر أنت تعمل search ماله في servers. Anyway ما بعرف الموضوع مفتوح هذا موضوع مفتوح حاولنا إحنا يعني نعمل جزئية يعني نعمل touch للموضوع مش أكثر. انا عملت تاتش ذا سيرفيس اوف ذيس توبيك يا ريت ما بعرف هي بهذا بدايه ممكن كمان في توتوريال 3 كمان فيها موضوع ثاني ما بعرف اذا حد عنده استفسار حد يعطينا اي نوت احنا جاهزين. سعيد يعني بالنسبه لنا كنا معكم في هالجزئيه ها. اتمنى التوفيق يعطيكم الف عافيه.